أعلن وزير الزراعة والغابات التركي بكير باكديميرلي السيطرة على كافة حرائق الغابات في البلاد باستثناء موقعين. صدرت ولاية كوجايلي تركيا شمال غربي بلاد 198,975 سيارة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. لاستيراد حفاضات الأطفال والمحارم المعطرة من تركيا اتصل الآن. الحكومة التركية تؤكد أن أكثر من 33 ألف نوع من الحيوانات انقرضت تماما في الغابات التركية بسبب الحرائق التي اندلعت مؤخرا. صادرات تركيا من الفواكه والخضروات الطازجة تحطم رقما قياسيا بتجاوز 3 مليار دولار في الأشهر الـ 12 الماضية.